كاتشي هي هادشي بنين يا كسعد هادشي بنين لا قلبي واش قلبي باش تطلع شويه باش بغيت تسمع صوتك قفلتيها لا لا هو قالها فيها مزه حنا كنقولها مزه هي كاينه المهم البنات ما قلتلكمش اليوم السلام عليكم البنات كيف دايرين لاباس عليكم المهم معايا ماما عرضت علينا الجبل الفوقانية اللي فوق مني صاحبتي ايمان عرضت علينا دارت واحد الرفيسة ابلينا كلينا عبقناها دارت لنا واحد الكويس اتاي تجمعنا عندها نشطنا ضحكنا الجيران كاملين تجمعنا وداكشي وكانت معايا ماما دابا جيت غنشارك معاكم شي حوايج وصلوني اللي فيهم شي حاجه عجبتني شي حاجه ما عجبتنيش وانتم تشوف المهم بنات حدايا مالك ما لقيت كي ندير ما خلاتش ماما تشدها غنصور لكم في هذه الحيحه وصافي المهم اول حاجه اختاريتها في هذا لو سيت هذا غتلقاوه في صندوق الوصف اختاريت صراحه شي حوايج جاوني زوينين عجبوني وشي حوايج لا علاقه اول حاجه البنات هي التسويك هذا الصراحه زويون هذا راه فيه الداخل فيه هذه السنيسله ديالو اللي كيتهز بها هذا زوين عجبني اللون ديالو عجبني حتى الديكور هذا كنت اختاريته عجبني جا زوين شنو اخر اختاريت هذا السويك هذا حتى هو زوين غير هو هذا راه بحال لعاب هذا البنات كي قلت لكم هذا بحال لعاب يعني ما كتحسيش به انه ساك هذا صراحة ما عجبني الستيل ديالو الديكور ديالو انيق ولكن هو مصحيحش نهائيا مصحيحش شنو وصلني اخر وصلني هاد دومي بوت هذا اللي كان عجبني زوين الصراحة التوب ديالو زوين ولكن جاني شي شوية كبير حيت انا كنلبس 35.5 تقريبا 36 جاني شي شوية كبير هذا 36 ولكن زوين هذا يتلبس مع جلابة في الكحال هذا زوين هذا زوين عجبني هذه وصلتني صراحه زوينه حتى هي عجبتني هذه زوينه جاتني مريحه قيستها عجبتني وجاتني في الرجل مجموعه وخا 36 جات قدي جات زوينه هذا حتى هو كان عجبني ولكن ما فاش شفته ما عجبنيش الكاليتي ديالو ما عجبتنيش هذا هكا هو كيبان زوين ولكن فاش كتشديه ماشي مع الكاليتي ديالو ما عجبتنيش بزاف هذا 36 هذا وصلني البنات لبستو هذا الصراحه زوين توب بحال موبا هذا زوين هذا فايت لبستو مع الجلابه زوين وصلوني واحد جوج ديال لي كاب اللي فريمون سخان بالحق انا عجبني غير هذا الثاني ما عجبنيش هذا عجبني بزاف لي كولور ديالو وي اللي كيدرت ليه انا لي كولور ديالو داكشي غزال الصراحه عجبني بزاف كيفاش لي كولور هذا كما اختاريته يعني كما اختاريته التوب ديالو داكشي لقيتو زوين عجبني هذا ياك ماما سخون زوين غليظ هذا غزال هذا مكمد هذا حتى هو فحالو حتى هو سخون غير هما لي كولور كيفاش بانوا لي السيت ماشي فحال هكا حتى هذا كبير عرفتي راه سخون ولكن لي كولور ديالو هاد لورانج ما عجبنيش بزاف ولكن سخان الصراحه سخانين شنو باقي اخر عطيني ماما هذيك الحاجه اللي وصلتني هذه كنت محمقاني فحال كسيوه راه غير تكمشات دابا الصراحة زوينة غير هي خفيفة انا كان لقيت صحاب لي بحال جاكيت زعما ديال البرد لقيتها بانها خفيفة رقيقة وطويلة هادي غنعطيها لإلا مختي عزيز عليها هادشي الطويل هدا تا هو طويل بحال هكا تريكو في الكري طويل وفيه هاد لي تخيك هادو لي ولاو دابا لاموند هكا تا
حتى هو زوين طويل وكبير، جاني شي شويه كبير انايا حتى هما هادو بجوج نعطيهم لانها اختي. شو شحال طويل طويل بزاف. المهم كما شفتوا نوض نجمع هادشي، كما شفتوا كاينين الحويجات الصراحه اللي عجبوني وقلت لكم زوينين، بحال الساك الكبير الزيتي زوين، السبرديله عجبتني، الدومي بوط داك الكرونه عجبني، ولكن كاينين شي حوايج اللي ما عجبونيش الكاليتي ديالهم فريمون عيانه، بحال هذا رحمه الله، بحال هذا، هذا كان عاجبني الديكور ديالو غزال، ولكن فجر الكاليتي ديالو قسما ما تشوف بحال ميكا، هذا ماشي شي حاجه. مازال هذا مازال هذا هذا زوين، هذا صحيح، هذا لا هذاك لا علاقه. وصافي هادشي اللي اختاريت، وكما وريتكم السبيبطات، السبيبطات صافا زوينين. اللي عجبني اكثر هو هاد السبرديله، هادي عجبتني اكثر مريحه، هادي نبقى نمشي بها لاصال غزاله في لورونج. وصافي هادشي اللي كاين، وفيسا غزاله كما شفتوا طلع معايا السر ياك ماما، طلع معايا السر ها هو ديال الثومه، كنقول ماما بغشطي لي الثومه، الثومه جات رائعه ولكن ما كثرتش الحلبه، كاينه الحلبه ولكن انا كنبغي العش ديال الحلبه. علاش ماشي صحيه؟ لا ما خصكش تاكلي كثر من الدوز، اي حاجه كتكثري فيها الا كتكون خطيره. هذا معكم الدكتور برقاش والسيلفي باقي فيه وصافي، مالك قتلتيني بالتشيز صافي، شعري باقي فيه بوكله سبيسيال. وهانتوما دوزوا معايا هاد النهار هذا او ثاني، شنو غادي ندير؟ ديجا تغدينا عند الجاره، نعم ماما تغدينا عند جارتي، وهانتوما معايا خلاتنيش نصور فيديو كامل مشخشخ. المهم بنات من بعد ما هبطنا من عند الجاره صافي بقينا غير في الدار، ما خرجنا ما والو، درنا الكوتي، غسلت الماء عند الكوتي. دابا راكم شفتوا خصني كنسخن الدوش باش ندخل بناتي ندوش ليهم، حيت البارح حسبت عيد ميلادهم ما دوشتش ليهم، وصافي قلت حتى اليوم اليوم عاد غندوش ليهم. اول حاجه بزاف البنات كيقولوا لي اسماء شاركي معنا هذيك لي بات بالكبده كيفاش كديري لها، سهله وكتجي بنينه المذاق غزاله. كتشدي الكوكوط بحال انا هنايا فاش كنجيب الدجاج الكبده ديالو والقلب ديالو داكشي كنديرو بوحدو، كنصاوبو بحال هكا، كان في ميكات جوج ميكات بحال هكا ديال الكبده، هذه غير الكبده والقلب، انا ما كناكلش القنصه والعنق وداكشي، تقدو ديرو فيها كتجي رائعه. المهم كديريهم هنا بصيله حمراء غير صغيوره، مطيشه غير صغيوره، وجوج نيوفه كيما كنقولو ديال الثومه، هادو غادي نحكهم وغنرجع لكم بعد. البزار ديجا درت الثومه اللي هي درت قزبو معدنوس، البزار بحال نصيب عادي بحال غتنصبي معلقه وهي غير بالكبده، شويه سكينجبير نخفقهم البلدي مليحه حتى الذوق كل واحد، انا كتعجبني شويه تجي مالحه، زويته بلديه طبعا. شويه الخرقوم داك باش يعطينا شويه الصفوريه ليها، ما كتجي ما صفراء ما حمراء، علاش؟ حيت غندير حتى معلقه ديال مطيشه الحك، معلقه هاد القياس هذا ديال مطيشه الحك، وكنخليوها تشحر غير في زويته، وعاد كنزيدو غير جغيمه ديال الماء. المهم بصيله ومطيشه هما محكوكين هي صغيورين، ومن بعد غنوريكم شنو غندير. من بعد ما كيتقلى ليا ديك الكبده كي شفتو بهاد الطريقه هكا كتقلى ليا الكبده مزيان، دابا غادي نمرق غنمرق ونسد عليها الكوكوط. المهم شفتوها كي كتجي، انا ماني مقطعه الكبده كبيره ولكن لا غير واحد شويه غنبدا نقطع بها، غير نقطعها غير هكا بهادي غتقطع. المهم هكا كتكون، وغادي دابا نمرقها ونخليها طيب شويه. المهم كما شفتوا البنات غنقول لكم واحد الحاجه، بان الا كنتي دايره غير الكبده راه دغيا كطيب، اما الا كنتي دايره القنصه ودايره العنق العناق وداكشي
والجنحان خصها طيب مزيان. انا ما دغيا طاب ديال الكبده غادي نلوح لي باك ديالي. تقدري ديري الشعريه، تقدري ديري هذه المجعبه هكا اللي بغيتي ديريها ديريها. المهم انا درت هذه وصافي، تريش بزاف حيت هذه كتجي بحال الشوربه. وغنزيد نمرق فينا طيب ليا لي بات. المهم البنات كي شفتو دخلت دوشت لبناتي هكا كتجي هذيك لي بات. كاين اللي كيبغيها تبقى شوربه يعني الماء غالب، انا لا كنديرها هكا باش كياكلوا بناتي مزيان. المهم ها هو، وبالصحة عشاكم. صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ البارح صافي حبست الفيديو من بعد ما دوشت لبناتي وتعشينا وداكشي، غسلت امي عينها دغيا صافي ومشينا نعسنا. وهذا الصباح كما وعدتكم نعم مالك واخا بابا واخا حنا كما وعدتكم نهار جيت فطرت انا وحمد في القهوه قلت لكم غنجيب ماما تشرب ديك البلبوله اللي غزاله فيها كامون وفيها داك الشيء كتسخن المعده. المهم انا جايبه ماما معايا وانتم معنا هذا النهار، نشارك لكم الليل مع النهار مع البارح مع اليوم. المهم انتم غاديين معايا وحنا غاديين. المهم حنا دخلنا الكوان ديالنا، البلاصه اللي كنتقنتو فيها هنايا في يوبس هي لقينا خاويه. دخلنا دابا حنا جلسنا، ماما راه هي انا وحمد شد مالك ما ديناهاش اليوم، قلنا لا يلا القهوه تنتهي. شنو اختاري صاحبي؟ واش ناخذ لي توست ولا ناخذ كرواسون؟ حيت داك النهار ما كليتيش البلبوله ما قديتيش عليها؟ البلبوله ولا ما عرفت البلاي ولا ما عرفت ندير علاش هذيك الحرشه ديالها ديالها الحرشه الحرشه ديال ديال القمح مزاله ما قديتش عليها دباتو. شوف غاتولي مزيان. ما شاء الله اتيت انا اختاريت انا الطاب بيدي الا ياكما داك العصير الليمون بخيل زو اللي ضربت. المهم انا ناخذ كيعجبني عندهم في الطاب بيدي وناخذو باتاي يا ماما ماشي بسفاره والحب والحنان. سلمى مسكينه صافحة على الامتحان في الماط الله يعاونها هي ووليدها. كي جاتك البلبوله ماما؟ واعره وكتسخن واعره وكتسخن خديناها بثلاثه لينا واعره صافي. مالك شنو ناخذو لها؟ ناخذو لها اومليت القص ماما قلبي وش قلبي اتايك ولي قلبي وش قلبي اتايك شي شي تحرقتي شي سخون هذا. المهم البنات عطلنا في الزنقه كندورو، كنت بغيت ماما تختار معايا الفيديو ما لقيناش داكشي اللي بغيت وما عجبنيش بزاف هذاكشي وتعطلنا في الزنقه. جبنا بحال هكا بيتزات وصافي غنتغداو وعاد غادي نخرجوا حيت ماما غتمشي عندي الهام اختي غتبات معاها اليوم ما سخيتش بها الصراحه وصافي غتمشي تبات معاها. وغدا الصباح خاصها تهبط الخميسات حيت خدامه وهادشي اللي كاين. ياك ماما ان شاء الله سخيتي بيا سنة الحياة سنة الحياة تهلاو في الميمة راه الميمة وحدة اللي كاينة. المهم نتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم وتكونوا دوزتوا معايا واحد يومين انا والوالده شنو كنديروا فين مشينا من جينا مالك ناعسة ونمشي نقصي راه غتبرد ليا. يلا ما تنساوش لايكات كنبغيكم بزاف. باي باي عليكم.